معقولة فواز هو اللي طلع مدفون بالقبر؟ ونحن عم نقول وين مختفي هالزلمة؟ وين مختفي هالزلمة؟ والله راح فيها المسكين. والله لأفضحه المصمي، لخلي سيرته على كل لسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله شغلة بتحط العقل بالكف. راتي الله يرضى عليك، بدي أخلص من هالبلوى اللي عندي. خلص خاي لا تحكي الهم، بس أعطيني لبكرة، حجيب طنبور وآخذها وأدفنها لهالبلوى. ببوس إيدك خلصني من هالورطة. أنا اللي ببوس إيدك إنك تنزل على السوق حاج، العالم بلشت تلت وتشك فيني وفيك. ما رح أفتح الدكان لأخلص من القصة. طيب وخالي هي مرته لفواز هدى، شو بدنا نعمل فيها؟ هدى بدي اصطل لسانها لهالكذابه. لك شو بدك فيها خالي؟ شو بدك فيها؟ اتركها لحالها رح تنفضح. ولك شو عم يصير لك راتي؟ بالدنيا مقلوبه حوالينا، واحد مدفون والثانيه مرميه عندي، ولك مين عم يبني لها هالبلاوي؟ مين؟